وإلى آخر مستجدات ملف وباء كورونا، ونبدأ بآخر الأرقام في السعودية. رغم تلقيها تعهدات بتقديم الدعم، تتخوف منظمة الصحة العالمية من اتفاقات ثانوية تبرمها بعض الدول لتزويدها بلقاحات كورونا، متجاهلة تحذير المنظمة التابعة للأمم المتحدة من أن اتباع نهج قومي فيما يتعلق باللقاح سيتسبب في شح الإمدادات. ويحذر خبراء من أن تبني دول أخرى قادرة لذات النهج سيترتب عليه عدم تطبيق استراتيجية منظمة الصحة العالمية لمكافحة جائحة فيروس كورونا على مستوى العالم وبصورة تتسم بالعدالة. يذكر أن الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا والاتحاد الأوروبي أبرمت صفقاتها الخاصة لتأمين ملايين الجرعات لمواطنيها.